بس خلي يعملوا ميوت وخلاص يعني. مستر حضرتك ممكن تعمل لها كلها ميوت يا مستر، اه عشان لو حد سأل، عشان لو حد سأل. ما حضرتك ما احنا ممكن اللي عايز يسأل يعمل ان ميوت لنفسه. اه ماشي. طيب يلا بينا شباب، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها نيوكلير ستابيليتي، ومن اسمها كده. طالما نيوكلير ستابيليتي يبقى انا هقسم النيوكليس كلها او الاليمنتس اللي عندي لحاجتين، حاجه اسمها ستيبل. طبعا انتوا كده كده متعودين على خطي، فمش فارقه يعني اللي انتوا بتشوفوه ده، اكيد هتفهموا صح كده. ستيبل وحاجه اسمها انستيبل. طيب مبدئيا اغلب الاليمنتس او النيوكليس اللي موجودين عندي في البريدكت تيبل دول يعتبروا ستيبل. اعرف منين ان هم ستيبل؟ تعال ناخد اكزامبل كده، احنا عارفين ان هو ستيبل ونجرب. زي ايه؟ زي الهيليوم. انا عارف ان الهيليوم ده لو بصيت عليه في البريدكت تيبل هتلاقيه 2 4. معناه ايه 2 4؟ معناه ان هو عنده كام بروتون؟ معناه ان معناها ان الهيليوم ده عنده كام بروتون؟ 2 صح كده؟ من الاتوميك نمبر يبقى عنده 2 بروتون. طب وكام نيوترون؟ 2 نيوترون برضه. هجيب نمبر اوف نيوترونز ازاي؟ 4 ماينس 2 اللي هو الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر، يبقى عنده برضه 2 نيوترونز. طيب بيقول لي بقى تبدا تعرف الاستابيليتي منين؟ تبدا تعرفها من ريشيو اسمه ان تو زد. ايه الان تو زد ده؟ اللي هو نمبر اوف نيوترونز تو نمبر اوف بروتونز. لو تاخد بالك هنا انت عندك 2 بروتونز قصاد 2 نيوترونز، يبقى الريشيو ما بينهم كام؟ 1 to 1. بيقول لي طلع لنا قاعده كده، لو الريشيو عندك بين النمبر اوف نيوترونز تو نمبر اوف بروتونز 1 to 1، ساعتها اقدر اقول على الاليمنت او النيوكليس اللي عندي دي ان هي ستيبل. يبقى ازاي اعرف الاستابيليتي بتاعت اي نيوكليس؟ لو الريشيو ما بين النمبر اوف نيوترونز ونمبر اوف بروتونز 1 to 1 1 to 1. بس كده. هل ينفع ازود عن 1 to 1؟ قال لي اه. في اللايت اليمنتس، الاليمنتس الخفيفه اللي هي ما فيهاش نيوترونز وبروتونز كتير، اه الريشيو بيبقى 1 to 1. بس في الهيفي اليمنتس، الهيفي اليمنتس اللي هي هتلاقي فيها عدد كبير جدا، بيوصل الريشيو معايا لحد 1 to 1.53، وده اخر الاستابيليتي عندي. اكتر ريشيو من 1 to 1.53 ساعتها بقدر اقول عليه ان هو انستيبل. يبقى واحده واحده اجمع الكلمتين تاني كده، الريشيو عندي عشان اقدر اقول ان النيوكليس دي ستيبل لازم النمبر اوف نيوترونز تو نمبر اوف بروتونز يكون كام؟ 1 to 1. هل ينفع يزيد الريشيو ده شويه؟ اه ينفع يزيد لحد ما يوصل اخره 1 to 1.53، وده بيكون في الهيفي نيوكليس بس اللي هم فيهم بروتونز ونيوترونز كتير، يعني مثلا 100 150، ساعتها يقدر الريشيو يوصل معايا لحد 1.153. طب تعالى نطبق الكلام اللي انا قلته لك ده على حاجه خدناها قبل كده، اللي هي لو تفتكر معايا الايزوتوبس. لو تفتكر كنت بقول لك ان الكربون عندي ليه 4 ايزوتوبس صح كده؟ اشهر واحد فيهم او الموست اباندنت كان كربون 612. تعالى نعرف ليه كربون 612 هو الموست اباندنت. يلا نطبق نفس الكلام اللي قلناه فوق. هو الكربون هنا عنده كام بروتون؟ لو تاخد بالك عنده كام بروتون؟ عنده 6 بروتونز صح كده؟ عرفتها منين؟ من الاتوميك نمبر الرقم اللي موجود تحت. طب عنده كام نيوترونز؟ عنده برضه 6. عرفت منين؟ الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر 6. يبقى الريشيو ما بين النمبر اوف نيوترونز تو نمبر اوف بروتونز في الكربون هنا كام؟ 1 to 1. عشان كده بقدر اقول عليه ان هو ستيبل. طب لو تفتكر كنت قايل لك ان الايزوتوبس بتاعت الكربون الباقيين ما كانوش موجودين كتير، ده حتى ان الكربون 612 اللي موجود قدامك ده كان موجود بنسبه 98%، اكبر واحد فيهم. طب ليه التانيين مش موجودين كتير؟ تعال نشوف كده. ناخد ايزوتوب تاني زي الكربون 614. تعال نشوف برضو النمبر اوف بروتونز او نشوف الاستابيليتي بتاعته بمعنى اصح. نشوف النمبر اوف بروتونز الاول هتلاقيها برضو 6. طب النمبر اوف نيوترونز 14 ماينس 6 بكام؟ ب 8. تعال نشوف كده الريشيو ان تو زد اللي هو النمبر اوف نيوترونز نمبر اوف بروتونز، هتلاقي الريشيو عندك معدي ال 1.1 مش 1.1. عشان كده ساعتها بقول على الكربون 614 ده ان هو انستيبل. وطالما انستيبل عشان كده انا ما بلاقيهوش كتير في الطبيعه. وصل الكلام اللي قلته؟ فاهمين كده؟ اه تمام. يبقى جمع الكلمتين اللي قلتهم تاني. النيوكلير ستابيليتي قول ها هو ازاي انستيبل، وحضرتك قلت ان بيبقى ستيبل لحد 1.53. ما انا قلت لك دلوقتي لو عملت في اللايت اليمنتس، في اللايت اليمنتس الاليمنتس الخفيفه اللي هي ما فيهاش نيوترونز وبروتونز كتير، الريشيو معايا 1 to 1. بيزيد امتى لحد 1.53؟ في الهيفي نيوكليس اللي ايه هم الهيفي نيوكليس اللي فيهم عدد نيوترونز وبروتونز كتير، اللي فيهم عدد نيوترونز وبروتونز كتير يعني 100 نيوترون و100 بروتون مثلا، حاجه عاليه.
انما في الالمنتس الصغيره اللي هم اللايت elements 6 بروتونز 6 نيوترونز او لحد 50 مثلا، ده يعتبر بالنسبه لي لايت، ساعتها لازم يفضل 1 تو 1. تمام كده. يبقى من الاول كده بسرعه، النيوكليير ستابيليتي دي بقى اسمها حاجتين، من اسمها كده ستيبل نيوكليس وان ستيبل نيوكليس. اقدر اعرف منين الاستابيليتي، او اقدر اعرف منين النيوكليس اللي عندي دي ستيبل؟ بيقول لي بتعرفها من حاجه اسمها ان تو زد ريشيو، نمبر اوف نيوترونز تو نمبر اوف بروتونز. لو الريشيو عندك 1.1 ساعتها بقدر اقول على النيوكليس اللي عندي دي ان هي ستيبل. هل الريشيو ده ممكن يزيد معايا؟ اه بيزيد لحد 1.1 to 1.53، وده بيبقى في الهيفي نيوكليس بس. لو هيفي نيوكليس قدامك او لو نيوكليس تقيل، جميل، اللي هو فيه مثلا عدد كبير جدا، صعب الكلام؟ لا اي مشاكل؟ لا مصر. طيب قدامكم المعاصر؟ لا انا مش معايا. لا انا معايا. طيب بصوا يا شباب، خليكم معايا ثواني كده، ثانيه واحده بس. انا المفروض ان انا اعبر عن الكلام اللي قلته لك بجراف، جميل. الجراف زي ما انتم شايفين، واضح الجراف قدامكم؟ مفيش جراف، مفيش جراف، مفيش حاجه، مفيش حاجه سودا مصر. اه سوري. جماعه لما تيجوا تكحوا اقفلوا ميوت ليه؟ معلش انا معلش مش بعمل حسابي، معلش. معلش يا شباب ثانية واحدة. براحتك يا مستر. دوماكس. دوماكس. دوما. الرابر. فين الاوتو تيون يا دوما؟ ولا يا عم ولا الواحد في اصلا مستر بص. نعم. دي مش عارف هو مستر ولا هو شكله طلع. لا لا موجود. نورينا رجاله كلهم حبيبي والله باشا. هو ليه مشغل؟ مشغل ليه انا؟ في حد مشغل التعال؟ في ايه يا جماعه؟ عايز اسول يا بلال. بلال مين؟ الجراف باين قدامكم؟ مستر تمام. طيب بص، انا المفروض عشان اعبر واحده واحده، انا المفروض عشان اعبر عن الكلام اللي قلته ده، انا كنت قايل لك من شويه ان المفروض ان الريشيو بتاع النمبر اوف نيوترونز نمبر اوف بروتونز يكون عندي 1 1، صح كده؟ وده الجراف اللي هو معمول بالاسود، الخط الاسود طويل اللي قدامك ده، لو تاخد بالك على الشمال بيقول لك النمبر اوف نيوترونز، والجراف من تحت هو الاتوميك نمبر، او قصده يقول النمبر اوف بروتونز. لو انا جيت ارسم الجراف اكوردنج للي انا قلته ده بس، فالمفروض ان الجراف يطلع معايا ستريت لاين زي ما احنا شايفين، بس انا قلت لك ان الريشيو ده بيقدر يزيد معايا لحد 1 to 1.53، صح كده؟ وده بيبقى في الهيفي نيوكليس. عشان كده هتلاقي الجراف عندك واخد كيرف. شايفين الكيرف اللي انا معلم عليه بالاحمر ده؟ شايفين الكيرف اللي انا معلم عليه بالاحمر ده؟ اللي بسميه ستابيليتي بيلت. بسميه ايه؟ ستابيليتي بيلت، او بيلت اوف ستابيليتي، او ستابيليتي باند، ايا كان، المهم ان يبقى في اسمه ستابيليتي. طيب دلوقتي لما يجي يقول لك حاجه، لو انا عندي مثلا نيوكليس وبقول لك ان النيوكليس دي موجوده هنا، اللي هو الاكس الصغيره اللي بالاخضر اللي انا عاملها دي، لو موجوده جوه الستابيليتي بيلت، لو موجوده جوه الاستابيليتي بيلت، ساعتها بقول على النيوكليس دي ان هي ستيبل. لو موجوده في الاستابيليتي بيلت اللي هو الخط اللي انا عامله ده، ساعتها بقول عليها ان هي ستيبل. ماليش دعوه بالخط الاسود، الخط الاسود ماليش دعوه بيه، الخط الاسود ده المفروض ان هو مش كامل، وحتى لو بصيت عندك في المعاصر الخط ده مش كامل، ماليش اي دعوه بيه. ايه الاستابيليتي بيلت؟ الخط اللي انا عامل عليه بالاحمر ده، ده الاستابيليتي بيلت. لو نيوكليس موجوده عندي جوه الاستابيليتي بيلت، ساعتها بقدر اقول عليها ان هي ستيبل. طب سؤال بقى، لو النيوكليس موجوده بره الاستابيليتي بيلت، موجوده مثلا هنا الاكس الثانيه اللي انا عاملها، او
تحت الاستابيليتي فاليو، هل ساعتها بقدر اقول عليها ان هي ستيبل؟ لا ما اقدرش اقول عليها، بقول عليها ايه؟ ان ستيبل. طب السؤال بقى، هل النيوكليس الان ستيبل دي عايزه تفضل ان ستيبل كده ولا عايزه توصل للاستابيليتي؟ عايزه توصل للاستابيليتي. طبيعي ان هي عايزه توصل للاستابيليتي. طب هتوصل للاستابيليتي ازاي؟ طيب انا قلت لك من شويه ان انا باخد ريشيو نمبر اوف بروتونز تو نمبر اوف نيوترونز، جميل. طيب لو هما 1 تو 1 يعني الاثنين قد بعض، ساعتها بقول عليها ان هو في الاستابيليتي بيلت او بقول عليها ستيبل. طب لو انا ستيبل معناها ايه؟ قال لي عندك ثلاث حالات. اول حاله منهم ممكن يكون النمبر اوف بروتونز عندك يكون اكبر من النيوترونز، صح كده؟ ممكن يكون النمبر اوف بروتونز اعلى من النمبر اوف نيوترونز كتير، ده لو هي انستيبل. او ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون العكس، نمبر اوف نيوترونز هي اللي اعلى من النمبر اوف بروتونز. او التالت حاله عندك قال لي لو الاثنين عندك الماس نمبر بتاعهم كبير جدا، يعني النمبر اوف بروتونز والنيوترونز الاثنين عاليين جدا. لو تاخد بالك على الاستابيليتي بلت كده من فوق، الاستابيليتي بلت وصل لحد حاجه معينه بس، كل اللي فوقها ده اللي انا معلم عليه بالاصفر يعتبر انستيبل. يعني حتى بيقول لك لو عندك الريشيو 1 تو 1 والنمبر اوف بروتونز والنيوترونز عالي جدا، يعني 200 بروتون و200 نيوترون مثلا، ساعتها برضو ما يبقاش ستيبل. يبقى واحده واحده تاني كده اعرف امتى ان النيوكليس اللي عندي دي انستيبل من الريشيو ان تو زد. لو النمبر اوف بروتونز اعلى من النمبر اوف نيوترونز اللي هي اعلى من الريشيو بتاعي 1 to 1.53، ساعتها بقول ان هي انستيبل. لو النمبر اوف نيوترونز اعلى من النمبر اوف بروتونز، ودي تاني حاله، ساعتها برضو بقول عليها انستيبل. لو معديه الريشيو بتاعي اللي انا قلت عليه ده، او لو الاثنين عاليين، لو البروتونز والنيوترونز الاثنين عالي، حتى لو الريشيو برضو بتاعهم 1 تو 1 اللي هي فوق الباند ستابيليتي. طب تعالى نفكر كده، هو لو البروتونز اعلى من النيوترونز، الاتوم هتحاول تعمل ايه علشان تبقى ستيبل؟ فكر معايا كده، مش هي عايزاها الريشيو يبقى 1 تو 1؟ يعني عايزه البروتونز يبقى قد النيوترونز، وهي حاليا عندها ان البروتونز اعلى من النيوترونز. طب هتحاول تعمل ايه؟ فكر كده، النيوكليس المفروض ان هي تعمل ايه؟ عايزه تخلص من مين؟ من البروتونز، صح كده؟ هي عايزه تخلص من البروتونز. لا ده بيقول لك كمان ان هي ممكن تخلص من البروتونز وتحول لي البروتونز دي لنيوترونز، بحيث ان هي تقلل لي عدد البروتونز وتزود لي عدد النيوترونز، بس كله بتمنه. هل ينفع البروتون تتحول للنيوترون كده ببلاش؟ لا ما ينفعش، لازم تطلع معاها بارتيكل، البارتيكل دي اسمها بيتا بوزيتيف. البارتيكل اللي طلعت معاها دي اسمها بيتا بوزيتيف. يبقى البروتون علشان خاطر يتحول لنيوترون مش هيتحول ببلاش، لازم يطلع معاه بارتيكل تاني اسمه بيتا بوزيتيف اللي انتوا شايفينه ده، وهتلاقي اسمه عندك البوزيترون. لو تاخد بالك الحته دي تاني 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 دلوقتي بقول لك انا في الانستابيليتي عندي ثلاث حالات، اول حاله منهم ان عدد البروتونز يكون اعلى من عدد النيوترونز، صح كده؟ طب النيوكليس هتحاول تعمل ايه علشان توصل للاستابيليتي؟ الاستابيليتي بتاعه ان هو الريشيو يبقى 1 تو 1، جميل، عايزه تبقى 1 تو 1. طب هتعمل ايه؟ هتحاول تقلل عدد البروتونز وتزود عدد النيوترونز، صح كده؟ يبقى هتخلي البروتونز عندي تتحول لنيوترون، هتاخد واحده من البروتون وتحولها لنيوترون، بس هل هتتحول ببلاش؟ لا لازم يطلع معاها ثمن. ايه الثمن اللي طالع ده؟ طالع بارتيكل اسمها بيتا بوزيتيف او بسميها بوزيترون. ما ينفعش البروتون تتحول لنيوترون ببلاش، لازم تطلع معاها حاجه اللي هي البيتا بوزيتيف اللي انا بسميها البوزيترون. وصلت؟ في مشكله؟ لو تاخد بالك المفروض ان انا يبقى عندي بالانس. ايه البالانس بتاعي هنا؟ هو مش البروتون دي بوزيتيف، صح كده؟ يبقى لازم الناحيه الثانيه التوتال تشارج برضو يكون بوزيتيف. شايف النيوترون اللي تشارج بتاعتها ايه؟ نيوترال، معلش تشارج، لا لا النيوترون التشارج بتاعتها نيوترال، صح كده؟ والبيتا اللي طلعت دي اللي تشارج بتاعتها بوزيتيف. لازم يكون عندي برضو زي الكيميكال بالانس، زي البالانس اللي كنت بعمله، بس هنا البالانس هيبقى في التشارج. وصلت؟ تعال نجرب الثانيه عشان نفهم اكتر، تعال نجرب الثانيه علشان نفهم اكتر. طيب لو النمبر اوف نيوترونز عندي اعلى من النمبر اوف بروتونز، المفروض النيوكليس هتحاول تعمل ايه؟ ها المفروض ان هي هتحاول تعمل ايه؟ ما اعرفش. اول بروتونز لنيوترونز، نفس الفكره برضو شباب. اول واحده كنت بقول لك بالظبط كده، اول واحده كنت بقول لك لما البروتون كان اعلى من النيوترون يبقى البروتون هتحاول تتحول للنيوترون، صح كده؟ طب تاني حاله النيوترون اعلى من البروتون،
يبقى النيوترونز نيوترون بالظبط كده هتحول النيوترونز لبروتونز. بس هل هتطلع ببلاش؟ لا لازم تطلع معاها بارتيكل تانية. البارتيكل دي هسميها بيتا نيجاتيف عشان تبقى نيوترون بالظبط كده. الله ينور. البارتيكل اللي هتطلع التانية دي اسمها بيتا نيجاتيف او بسميها الكترون. بيتا نيجاتيف ده بالظبط هو هو الالكترون. صعب؟ لا لا دي كده اسمها البيتا بارتيكل. اظن سمعتوا عن البيتا بارتيكل دي قبل كده. سمعتوا عن الفا او بيتا؟ ايوه. لا لا طيب ما عليك. البيتا ده هو هو الالكترون بالظبط، بس طالما طالع من جوه النيوكليس ما بقدرش اقول عليه الكترون، بقول عليه بيتا بارتيكل. وبرده التشارج بتاعه نيجاتيف، نفس الاستراكشر بتاع الالكترون بالظبط هو هو، بس طالما طالع من جوه النيوكليس بقول عليه بيتا، ما بقولش عليه الكترون. يبقى واحده واحده اجمع الكلام تاني اللي قلته من الاول خالص كده. انا قلت ان الريشيو المفروض بتاع الاستابيليتي عندي يكون 1:1 ويقدر يزيد معايا لحد 1:1.53 في الهيفي نيوكليس. جميل. مستر هو ممكن تبقى 1.53:1؟ هي هي. ايوه مش فارقه. لا مش فارقه معايا، ده ريشيو 1.53:1 هي هي. تمام. طيب عايز اعبر عن الكلام ده بجراف. انا قلت المفروض ان هو يكون 1.1 بس عندي ديفيجن شويه في الهيفي نيوكليس اللي هو 1:1.53، علشان كده طلع لي الجراف اللي انا عامله او اللي معلم عليه بالاحمر ده. ده اللي بسميه الباند اوف ستابيليتي او البلت اوف ستابيليتي. اي نيوكليس موجوده عندي في البلت اوف ستابيليتي دي ساعتها بقول عليها ستيبل. طب لو النيوكليس دي مش موجوده عندي في البلت اوف ستابيليتي زي الاكس اللي انا عامل عليها فوق او الاكس اللي انا عامل عليها تحت، ساعتها بقول عليها انستابل. طب ايه حالات الانستابل عندي؟ ممكن يكون نمبر اوف بروتونز هو اللي اعلى من نمبر اوف نيوترونز، او ممكن يكون النيوترونز هو اللي اعلى من البروتونز. صح كده؟ دول الحالتين اللي انا خدتهم لحد دلوقتي. طب اول واحده لو البروتون اعلى من النيوترون، ساعتها النيوكليس هتتصرف ازاي؟ هتحول البروتون لنيوترون. بس هل هتتحول ببلاش؟ مفيش حاجه بتتحول ببلاش، لازم تطلع معاها حاجه. هتطلع معاها بارتيكل اسمها بيتا بوزيتيف او بقول عليها بوزيترونز. جميل. تاني حاله عندي لو النيوترونز هم اللي اعلى من البروتونز، ساعتها النيوكليس هتتصرف ازاي؟ هتحول النيوترونز دول البروتونز. بس هل ببلاش؟ لا، لازم تطلع معها بارتيكل برضو اسمها بيتا نيجاتيف او هو مستر هو. مش شايفين حاجه. مش شايف حاجه من ايه؟ انت عملت زوم؟ لا انا ما عملتش. لا حاجه. لا مفيش. لا عادي كده. ايه مين ده؟ خلاص خلاص يلا معلش اول مره. مين بيتكلم؟ طيب مين الاستاذ؟ انا يا ابني حازم. حازم ماشي. زوم زوم الضحيه. بس فكر ما شاء الله 61. طيب دي كده تاني حاله. ثالث حاله لو عندي النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز عاليين، تفتكر النيوكليس هتتصرف ازاي؟ ها لو هتتحول هتتحول ايه؟ هتحاول تخلص من الاثنين، هتحاول تخلص من العدد الزياده اللي عندها. شايف الاستابيليتي بلت اللي بالاصفر اللي فوق اللي انا عامله ده؟ شايفين الكل الباند اوف ستابيليتي ده كده لما يكون النمبر اوف نيوكليس او سوري النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز عالي، ساعتها هتحاول تخلص من الاثنين، هتحاول تخلص من البروتونز ومن النيوترونز مع بعض. طب هتخلص منهم على شكل ايه؟ بيقول لي على شكل الفا بارتيكل. وايه هي الالفا بارتيكل دي؟ الالفا بارتيكل دي اللي هي الهيليوم بالظبط، هيليوم 2 4. طب واحده واحده، يعني ايه هتخلص منها على شكل الفا بارتيكل او هتخلص منها على شكل هيليوم؟ طب بص معايا كده، هو الهيليوم ده فيه كام بروتون؟ الهيليوم ده اللي قدامي فيه كام بروتون؟ 2 بروتون. وكم نيوترون؟ 4. 2 نيوترونز 4 ماينس 2 ب 2. جميل. يبقى هي لما تطلع الفا بارتيكل او هيليوم يبقى هي كده خلصت من ايه؟ خلصت من 2 بروتونز و2 نيوترونز. كل الفا بارتيكل بتطلعها بتخلص قصادها من 2 بروتون و2 نيوترون. وصلت؟ فهمني؟ اه. طب اللي احنا شرحناه لحد دلوقتي، حد مش مجمع حاجه؟ حد في حاجه مش فاهمها؟ حد في حاجه وقع منه؟ لا تمام. احنا لحد دلوقتي تمام. طيب يبقى تاني اول حاله، اخر مره بقى. اول حاله لو عندي نمبر اوف بروتونز اعلى من نيوترونز، ساعتها بيطلع عندي بارتيكل اسمها بيتا بوزيتيف. لو النمبر اوف نيوترونز هو اللي اعلى من البروتونز، ساعتها بيطلع عندي بارتيكل اسمها بيتا نيجاتيف. طب لو الاثنين عاليين، ساعتها بيطلع عندي بارتيكل اسمها الفا بارتيكل. وايه هي الالفا بارتيكل دي؟
عباره عن هيليوم بالظبط، هيليوم 2 4 معناها ايه برضو؟ معناها ان انا خلصت من 2 بروتون و2 نيوترون. هسالك بقى سؤال وركز فيه كده معايا، شايف الاكس اللي انا عاملها فوق دي؟ لو انا جبت لك سؤال دلوقتي في الامتحان وبقول لك ان عندك بارتيكل او عندك نيوكليس موجوده في بوزيشن اكس وعامل لك انا علامه على ده، هسالك سؤال ساعتها هي هتطلع انهي نوع من البارتيكل؟ واحده واحده كده، لو عندي نيوكليس موجوده في بوزيشن اكس اللي هو فوق ده، ساعتها دي كده انستابل، كلنا متفقين ان هي انستابل صح كده؟ والانستابيليتي قلت ان انا عندي ثلاث حالات كل حاله بتطلع منهم بارتيكل معين. طب لو بقول لك ان هي موجوده في المكان اللي فوق ده، ساعتها هي هتطلع انهي نوع من البارتيكل؟ تعال نفكر فيها واحده واحده. لا الكترونز. طب تعال نفكر فيها واحده واحده. هو الاكس اللي فوق دي، الاكس اللي فوق مين عنده نمبر اعلى، هل البروتونز ولا النيوترونز؟ نيوترونز. جميل، عندي نمبر اوف نيوترونز اعلى صح كده؟ طب وطالما عندي نمبر اوف نيوترونز اعلى يبقى ساعتها النيوترونز هتتحول لبروتونز وتطلع لي بيتا نيجاتيف. ما بقولش الكترونز طالما طالع من نيوكليس، بقول بيتا نيجاتيف، بلاش كلمه الكترونز دي، انا بعرفك ان هو نفس الاستراكشر بتاع الالكترون، بس ما تقوليش ان هو الكترون، اسمه بيتا نيجاتيف. تمام لحد هنا؟ طب لو قلت لك عندك element X اللي هي التانية اللي موجودة تحت الـ stability belt دي، ساعتها هتطلع أنهي نوع من البارتيكل؟ نيوترونز وبيتا بوزيتيف. لما أقولك هتطلع أنهي نوع من البارتيكلز ما تقوليش نيوترونز، النيوترونز بتتحول وبتفضل جوه، البيتا دي لما بتتحول ليها هي بتطلع بره النيوكليس أصلاً، بتضرب بره النيوكليس وبتطلع، فما تقوليش نيوترونز، هقولك بتطلع أنهي نوع من البارتيكل تقولي البيتا بوزيتيف بس أو البوزيترون. تعال نفكر فيها كده، هو الاكس اللي هنا دي مين عندها نمبر اعلى، بروتونز ولا نيوترونز؟ لا بروتونز. بروتونز طالما عندها بروتونز اعلى يبقى هتتحول لنيوترونز وتطلع لي بارتيكل اسمها بيتا بيتا صدف، او بقول عليها بوزيترون. وصلت؟ فيها مشاكل؟ لا مستر. دلوقتي لو بقول مستر البيتا نيجاتيف الاسم الثاني بتاعها ايه؟ بيتا نيجاتيف ده الالكترون. ايوه الكترون ماشي، بيتا نيجاتيف او الكترون، بس انت ما بتقولش الكترون، جميل انا بقول لك ان هي نفس الاستراكشر بتاع الالكترون بالظبط، انما البيتا بوزيتيف بسميها بوزيترون. وعلى فكره البوزيترون ده هو عباره عن بوزيتيف الكترون، هو الكترون بس عليه بوزيتيف تشارج، جميل ده بيني وبينكم برده ما حدش يقول كلمه الكترون دي خالص، ماشي دي اسمها بوزيترون ودي اسمها بيتا نيجاتيف. طب لو بقول لك عندي الم او نيوكليس موجوده في منطقه اكس اللي هي فوق خالص دي، اللي هي موجوده فوق الباند اوف ستابيليتي، واسالك هي هتطلع انهي نوع من البارتيكلز، هتقول لي ايه؟ ها فكر فيها كده واحده واحده. الفا. الله ينور، مش هي اباف البلت اوف ستابيليتي؟ معناها ان عندها نمبر اوف بروتونز ونيوترونز عالي، وطالما عندها نمبر اوف بروتونز ونيوترونز عالي وهي عايز تخلص من الاثنين، ساعتها هتطلع انهي نوع من البارتيكل؟ الفا بارتيكل. ايه هي الالفا بارتيكل؟ اللي هي عباره عن هيليوم، هيليوم 4 2 4 معناها ايه برضو هيليوم 2 4؟ ان هي طلعت لي 2 بروتونز صح كده و 2 نيوترونز. وصلت يا شباب؟ فيها مشاكل؟ لا لا. حد من الموجودين دلوقتي مش فاهم؟ لا تمام. طيب تمام يا مستر. لا ما عسى بحب الرجل ده قوي الكوميدي. الله ينور. طيب خليكم معايا، اخر جزء اخلص بيه نص الشابتر ان شاء الله او نص يونت 4، بتكلم عن حاجه اسمها الكوارك. ايه الكوارك ده؟ بيقول لي الكوارك ده مبدئيا اللي احنا عارفينه عن النيوكليس، هي النيوكليس بتتكون من ايه؟ اي نيوكليس عندي بتتكون من ايه وايه؟ بالظبط كده، المفروض يكون فيها بروتونز ونيوترونز. هل تعرف حاجه تانية؟ لا الكترونز دي بتبقى بره، انا بتكلم عن نيوكليس دلوقتي، اللي جوه النيوكليس بروتونز ونيوترونز بس. هل في حاجه تانية المفروض تبقى جوه النيوكليس؟ لا احنا لا. بس لا بيقول لك ده في حاجات كتير قوي اصلا جوه النيوكليس، ده في حاجات اللي بتكون لي اصلا البروتونز والنيوترونز، يعني البروتونز والنيوترونز دول مكونين من حاجه جزء اصغر منهم اسمه الكواركس. بمعنى كواركس. ايوه الكواركس،
الكواركس دي هي بارتيكلز اصغر من البروتونز والنيوترونز، هي اصلا اللي بتكون البروتونز والنيوترونز. مجموعه كواركس جنب بعض يكونوا لي بروتون، ومجموعه كواركس جنب بعض يكونوا لي نيوترون. وصلت؟ يبقى معنى كلامي ده تمام، اصغر حاجه موجوده عندي في النيوكليس هي مش بروتونز ونيوترونز بس اللي احنا عارفينه، لا احنا لازم نعرف دلوقتي ان في حاجات اصغر من البروتونز والنيوترونز هي اللي بتكون لي اصلا بروتونز ونيوترونز اسمهم كواركس. طب عندي كام نوع من الكواركس ده؟ بيقول لي عندك 6 تايبس، 6 انواع. بصوا دول بيعملوا ايه؟ بيكونوا البروتونز والنيوترونز. يعني البروتون ده علشان يتكون زي بالظبط ما اجي اقول لك، هي المولكيول متكونه من ايه؟ مش متكونه من مجموعه اتومز؟ صح كده؟ يعني بيلدينج يونت. نعم بيلدينج يونت. مش بقدر مش بقول عليها بالظبط. اسكتوا اللي بيضحك في المايك يا جدعان. مستر ما عارفش في حاجه حصلت دلوقتي. زكي زكي اطلع بره. زكي اطلع على زكي. لا منور زكي انا خليك قاعد. منور والله منور اللايف بنات. هي يا عم انت بتاخد ناشونال زكي ولا ايه؟ عم خليه قاعد يا عم على دماغنا وعلى راسه. خلاص يا جماعه خلاص خلاص دلوقتي بقول لك الكورس درس ببلاش زكي. اطلع بره زكي شغل بقى الحركات المسكوم دي. ايه ده يا عمان فانتك عينتي هوي. تتكون من 6 تايب. جميل. ال 6 تايب دول انا مقسمهم لنوعين. 3 تايبس مع بعض و 3 تايبس الناحيه الثانيه مع بعض. خلي بالك بس من اللي هقوله ده وبعدين هشرحه لك بالظبط. اول 3 تايبس دول بقول لك ان التشارج بتاعتهم بوزيتيف 2 على 7 والثلاثه تايبس التانيين اللي تشارج بتاعتهم نيجاتيف 1 اوفر 3. معناه ايه الكلام ده؟ لو تاخد بالك قبل كده كنت بقول لك ان البروتون مش ده بارتيكل اللي تشارج بتاعته ايه؟ تشارج بتاعت البروتون بوزيتيف. بالظبط كده. الكوارك زيه بالظبط، عندي منهم ثلاث انواع. النوع الواحد اللي تشارج بتاعته بوزيتيف 2 اوفر 3، وعندي ثلاث انواع تانيين اللي تشارج بتاعت الواحد نيجاتيف 1 اوفر 3. نفسها نفس التشارج بتاعت البروتون بالظبط، بس اي نعم الفراكشن ممكن يلخبطنا، بس هي نفس فكره البروتون. بروتون هو عباره عن بارتيكل التشارج بتاعته بوزيتيف 1. كوارك هو عباره عن بارتيكل متقسم لنوعين. اول نوع البارتيكل بتاعته او التشارج بتاعته بوزيتيف 2 اوفر 3، النوع الثاني اللي التشارج بتاعته نيجاتيف 1 اوفر 3. نفس الفكره بالظبط. تمام. طيب تمام. 3 تايبس اللي التشارج بتاعتهم بوزيتيف 2 اوفر 3 دول اساميهم ايه؟ مش ده اسمه بروتون، هم اساميهم ايه؟ بقول لك اسمه اب. اب اسمه ايه؟ اب. تمام جميل. او توب. اسامي عبيطه قوي ما لهاش اي لازمه يعني. اب او توب. توب توب او تشارم. دي اغنيه دي ولا ما اعرفش؟ قريتها اغنيه. او تشارم. يبقى اول 3 تايبس دول اساميهم ايه؟ يا ريت بس مشغل التلفزيون مش بعته خالص. ايه؟ توب وشارم. مشغل التلفزيون ده. اب وتوب وشارم. اب وتوب. يوسف احمد ما شغل تلفزيون. يوسف احمد ما شغل تلفزيون بس. الناحيه الثانيه النيجاتيف 1 اوفر 3 دول هيفتكر اساميهم ايه؟ عكسهم بالظبط. هيبقى اسمهم داون. وباتم. انا التلفزيون يا جدعان مش حبكتش نشره الاخبار دلوقتي. واخر واحد هيبقى اسمه كمجتمع مع العيله كلها امبارح. سترينج. يا جماعه شروا التلفزيون. التلفزيون يا جماعه. التلفزيون. يلا بينا. التلفزيون. يبقى من الاول كده. التلفزيون. انتوا سامعين بتتكلموا ولا ايه؟ تلفزيون ايه بس؟ تلفزيون بس. بس تتكلم انجليزي. يا جدعان خلاص. مع صوت التلفزيون ده. ما خلاص يا ادهم بقى. منور يا زكي. زكي. طب اديهم كلهم ميوت. اه مستنيين من عندك. اوبا. انا مش عامل ميوت. مين اللي دخل ازاي ده؟ انا مش عامل ميوت عشان الناس اللي بتسال. ممكن نسال نعمل ريز هاند دي ونسال. ايه مين دي؟ ايه ده ثواني بس مين مين اللي دخل دي؟ ازاي؟ لا ازاي يا بلال انت حماده؟ مين ده حماده؟
ايه ده ايه ده ثانيه ممكن رقم حضرتك مين باي فرويد ايه يا جدعان انا بحبك يا واد ذكي يا مغير اسمه اكيد ذكي مغير يا واد بس بقى فتي بقى اكيد فيك لا ما هو اللي دخل محدش قال فجاه ان هو ده طيب انا هكمل زي ما انا جميل انا قلت ان الكواركس عندي 6 تايبس متقسمة ل 3 types و 3 types أول 3 types دول اللي تشارج بتاعتهم positive 2 over 3 الثلاثة types التانين دول اللي تشارج بتاعتهم negative 1 over 3 طب اسمهم ايه أول 3 types اسمهم up أو top أو charm طب الثلاثة التانين اسمهم down أو bottom أو strange وأساميهم دول كلهم لازم تبقى عارفينهم معايا؟ دادهم طيب فيديو كيف اللي عم مزرعة الكلام انت فتحها لنا ليه يا بقى العب معاهم بقى العب معاهم وبقى اعملوا ميوت وخلاص شباب نهدى كده طيب السؤال بقى اللي حصله لك هو انا مش قلت لك ان الكواركس دي هي اصغر حاجه بتكون لي البروتونز والنيوترونز انا بقول لك بقى معلومه ان البروتونز دي متكونه من ثلاثة كوارك حضرتك تقدر تعرف لي انهي 3 كوارك بمعنى البروتونز دي متكونه من 3 كوارك جميل انا عايز اعمل كومباينيشن ما بين الارقام اللي عندي دي ده وده 3 كومباينيشن اطلع منهم تشارجد كومبوزيتيف 1 اللي هي بتاعه البروتون فاهمين حاجه لا ايه لا تاني ممكن حضرتك تقول تاني دلوقتي انا بقول لك البروتون دي مش كنت قايل لك ان في حاجات اصغر من البروتون اسمها كواركس هي اللي بتكونهم صح كده؟ أنا دلوقتي بقول لك إن البروتونز دي متكونة من 3 كواركس جنب بعض يبقى أنا محتاج أعمل كومباينيشن ما بين الأرقام دي اللي هم بوزيتيف 2 أوفر 3 ونيجاتيف 1 أوفر 3 محتاج منهم 3 بحيث إن التشارج بتاعتهم في الآخر تبقى بوزيتيف 1 طب بص كده كومباينيشن أنا هعمله أنا هاخد 2 كوارك بوزيتيف 2 أوفر 3 أدي واحد بوزيتيف 2 أوفر 3 وواحد بوزيتيف 2 أوفر 3 وواحد نيجاتيف 1 أوفر 3 لو جمعت دول مع بعض كده هيطلع لك كام؟ لو جمعتهم مع بعض هيطلع لك بوزيتيف 1 يبقى دول الثلاثه كواركس اللي بيكونوا لي البروتون فهمتوني تاني كواركس هي عباره عن حاجات بتكون لي البروتونز والنيوترونز اللي موجودين جوه النيوكليس جميل الكواركس دي كلها على بعض 6 تايبس متقسمه 3 تايبس لوحدهم اللي تشارج بتاعتهم بوزيتيف 2 اوفر 3 والثلاثه تايبس التانيين اللي تشارج بتاعتهم نيجاتيف 1 اوفر 3 اساميهم ايه البوزيتيف 2 اوفر 3 اسمهم اب او توب او تشارم بس الاسم اللي انا بستخدمه دايما هو اب والثلاثه التانيين اللي تشارج بتاعتهم نيجاتيف 1 اوفر 3 واسمهم داون او بوتوم او سترينج والاسم اللي دايما بستخدمه هو داون انا قلت ان الكوارك بتكون لي البروتونز كام كوارك بيكون لي البروتونز انا بقول لك ان هم 3 يبقى انا محتاج اعمل كومباينيشن من 3 كواركس من الاثنين دول محتاج اعمل كومباينيشن من 3 عشان يطلعوا لي في الاخر تشارج بوزيتيف 1 الكومباينيشن اللي اقدر اعمله خدت 2 من الاب اللي هم بوزيتيف 2 اوفر 3 بوزيتيف 2 اوفر 3 وواحد من الداون اللي هو نيجاتيف 1 اوفر 3 هتلاقي لو عملت دول كلهم مع بعض يطلعوا لي بوزيتيف 1 يبقى اقدر من الاخر اقول ان الكواركس اللي بتكون لي البروتون واحد اب اللي هو ادي يو واحد تاني اب اللي هو يو واحد نيجاتيف 1 اوفر 3 اللي هو داون يبقى يو يو دي يبقى البروتون بيتكون من ايه يو يو دي اب اب داون وصلت فهمتوني شباب معايا طب تعالى كده نجرب في الثانيه عشان نفهم اكتر عايز اعرف النيوترونز بتتكون من انهي كواركس وهدي لك معلومه بقول لك ان النيوترونز برضو بتتكون من 3 كواركس يبقى انا عايزك تعمل لي كومباينيشن من الارقام دي الثلاثه مع بعض بحيث ان هم يطلعوا لي تشارج تكون التشارج دي زيرو ليه عشان النيوترونز زيرو 2 من نيجاتيف 1 اوفر 3 وواحده شكرا بالظبط كده يبقى 2 نيجاتيف 1 اوفر 3 اللي هم 2 من الداون وواحده من الاب اللي هي بوزيتيف 2 اوفر 3 يبقى دي يو يبقى اقدر اقول ان البروتونز بتتكون من ايه من يو يو دي والنيوترونز دي دي يو البروتونز بتتكون من ايه يو يو دي والنيوترونز دي دي يو والبروتونز يو يو دي يو ما اعرف نيوترونز DDU تمام وصلت كده يا شباب تمام فهمتوها الكلام اللي قلناه النهارده ده كده اتفهم
انتوا سامعيني ولا لا؟ انا بس عايز اعرف فاهمين. ايوه مستر تمام. أيوة. عامل لهم ميوت يا مستر. يردوا ازاي؟ انا عامل لهم ميوت. ناس مش عارفه ترد. ردتك مش انا اللي عملت لهم. ماشي مستر كده. انت مستر والله بقالي 3 ساعات مش فاهم حاجه مستر. وفتحت الكاميرا عامل لك باي باي. يعني انا كنت عامل شويه ميوت وشويه لا. ايوه والله ماشي. كنت انا بس بقول لك الكاميرا مستر. ما علينا ما علينا يعني مش مشكله. طب الناس اللي كان معمول لها ميوت دي فهمت؟ لا ايوه يا مستر. مين ما فهمش؟ مين ما فهمش؟ علي ما عمل له ميوت على فكره برضو؟ والله ما انا بقى يعني مستر وكل شويه مستر ميوت ميوت. والله ما انا يا ابني اهو كنت تعمل لنا ميوت. خلي بالك يا مستر افتح لك الكاميرا انا كمان اخر حته دي. ني 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 ده مين ده؟ مين ده؟ انا يا امايا انا ادهم ادهم حد يجي فيينا دلوقتي. المهم تعالى ننزل نقعد على فيينا. بص يا شباب بص يا شباب بس عشان تبقوا فاهمين احنا كده المفروض ان احنا خلصنا نص يونت 5. لو تاخد بالك برضه هتلاقي في المواصل احنا كده خلصنا شابتر 1 فاضل لي شابتر 2 تمام. انا هبعت لكم شيت. الشيت ده بتاع يونت 4 عشان ما تنسوهوش. عايز الشيت ده يتحل ان شاء الله ونخش برضه زي ميتنج كده نحله مع بعض يوم على الحد او الاثنين. يونت 5 هيبقى مرتين برضه نشرح في ميتنج كده ونخلص يونت 5 ونبدا نحل مع بعض. تمام مستر. تمام يبقى انا هبعت لكم على الجروب يونت 4 اسئله تحلوها ونتفق على بعض مع ميعاد يكون الحد او الاثنين بالكثير نحل في يونت 4 وبعديها ندخل زون ثانيه برضو نخلص فيها نص يونت يعني الباقي من يونت 5 على حصتين. اوكي ماشي يا مستر شكرا. مستر هو قول هو في امتحان يوم الاحد ولا امتحاني التجريبي؟ لا ولا امتحانه في التجريبي. قال لك هتمتحنوه عادي اونلاين من البيت. خلاص بس تحله معانا مستر هو على نفتح زوم نحله يلا بينا بجد والله مستر عارف ابلاي مستر ممكن يقول لك ممكن ناخد رخمتك وحشتني والله ده اخر السنه. ايه يا مستر رخمتك وحشتني والله يا ابلاي حبيبي يا مستر والله ما تقدرش تعيش من غير انا عارف. لا مش للدرجات دي مش للدرجات دي اللي مس عليك. طيب بتقول انا يا رجاله انا نازل يلا بينا يلا بينا تعالى ننزل تيجي فينا مستر مقفوله لا لا فاتحه دلوقتي تيجي فينا مستر. انا امبارح كنت هناك امبارح يا مستر. يلا مستر تعالى اقعد معانا يا جدعان كل حاجه مقفوله الشيت على الجروب الشيت ده يتحل. انا عملت ريكورد المفروض يعني هشوفه وابعته لكم تاني على الجروب عشان لو في حد ما حضرش او لو في حد مش فاهم حاجه او لو حد عايز يعيد تاني بس اعرف بس الريكورد ده فين الاول. تمام انا بحب اقول شيء قوي يا مستر. شكرا يا شباب يلا باي باي شوفكم يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله. باي 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 مع السلامه. ما قفلتش قفلت يا ابني الوزير لسه مطلع قرار بس قال هتقفل من الساعه 7 لسه يا عم هو